يلا يا شباب نعمل عملية راوتر. في الراوتر بتاعي هعمل جزئين، جزء دايناميك راوتنج اللي هو الجزء ده كده من اول هنا كده وانت طالع اللي هو الوان ده، والراوتر ده هعمله ستاتيك ديفولت رول. هعمله ستاتيك ديفولت ايه؟ ديفولت رول. تعالى نعمل كده يلا. يبقى حدد لك بس هنا جزئية بسيطة كده، الجزء دوت دايناميك راوتنج والجزء هنا ده ديفولت ستاتيك ايه؟ ستاتيك. طيب تعال نشغل ده دايناميك راوت. نبدأ من اول هنا كده، الف شو اي بي روت بيعرفني الشبكات الدايركت كونكتد عندي اللي هم 11 وكام و12. هعمل كده كونفيجر تيرمينال راوتر ريب فيرجن 2 نتورك. ليه الصوت يا شباب؟ هنا ده اليكس. خلاص خلصناه، ندخل على مانث شو اي بي روت كونفيجر تيرمينال راوتر ريب فيرجن 2 نتورك 13 نتورك كام؟ 17. هنا نفس الكلام، مش هتفرق معايا نتورك 14 نتورك كام؟ 16. نتورك هنا كام؟ 12 و13 و14 و15. كده يا شباب هتلاقي الريب اشتغل عندك، كل الشبكات اتعرفت اللي هي 11 بقى والباقي كله. اي راوتر هتفتحه هنا هتلاقي شو اي بي روت، هتلاقي الشبكات كلها بتاعتك اتعرفت على كل الراوترات باي ريب. عرفهم اللي هو ال 120 ديت الادمن ديستنس بتاعت الريب، والمتر كام؟ 2 او 1 على حسب الهوب كاونت. فبالتالي هتلاقي كل الشبكات دي عرفت بعض، يعني الاجهزه دي بدات تبنج هنا اهو. عايزين نعمل بنج كده، بنج هنا على 16 مثلا، بنج 16 0 0 10. بيرد عليا اهو، تمام مفيش مشكلة. بنج على 17 0 0 100 اللي هو السيرفر ده، بيبنج عليا برضو مفيش مشاكل. كل الشبكات هنا قريت بعض، لكن طبعا عمنا الراوتر دوت قاعد لسه منعزل في عالم تاني. ليه؟ لانه مش مشترك معاهم في الريب. رسائل الريب بتجيله، خد بالك، يعني الراوتر ده قاعد يزعله دلوقتي كل الشبكات، بس بيذيع وده مش فاهم حاجه، لان ده شغال على مالتي كاست ادرس تبع الريب فيرجن 2، وده مش مشغل الريب فيرجن 2، هيفهمه منين؟ رسائل بتجيله بيعمل لها ديسكارد وخلاص. تمام، ده بقى هعمل له ستاتيك. يلا تعالى اعمل له ديفولت ستاتيك كده ازاي. اي بي روت تمام 0 0.
ايه الاصفار كتير 0000000، اي شبكه اي رقم ما تعرفوش وجهه في الاتجاه ده. الاتجاه ده انا هختار السيريال الاتجاه بتاعي اللي هو 1 على ايه؟ 1 على 0 اللي هو المخرج اللي هو ده. يبقى ده الراجل ده هيعمل يرمي، هيرمي كده. انا بس حبينا برضو نوضحها كده في عمليه ايه؟ في عملية توجيه كده، صح؟ أي شبكة ما تعرفهاش ارمي، ارمي كده على طول. بس القضية بقى هيرمي ماشي، مفيش مشكلة. يعني لو جينا نتتبع باكت معينة خرجت من هنا لهنا، تعال نشوف كده اللي هيحصل. الباكت هتخرج من الراوتر، خد بالك، وتروح أهو هنا، هيعمل إيه؟ هيرمي أهو وهتوصل. طبعا هي راحت للهب وهترجع تاني، الهب هيوجهها اهو، تمام، وهتوصل مفيش مشكله، والجهاز هيرد مفيش اي مشاكل. بس هنا بقى المشكله هتبدا تظهر اهو، هنا بقى نانس ده يعرف الناس دول ما سمعش عنهم، ده شبكه برايفت لا جات لي ولا سمعت عنها، ضرب، فاهم ازاي؟ يبقى الراجل البرايفت ده وجه رمى بعيد عنه. لكن يا ترى بقى اللي الشخص الثاني يعرف؟ لا، الشخص الثاني يعرف الشبكات البابليك فقط، 11 12 13 اي شبكه من دول يعرفهم كويس جدا، يعرف اماكنهم. نقول خلاص، طب ايه رايك ما نخفي خالص يا عم الشبكه البرايفت ده؟ وده كمان ده شيء انا هعمله اصلا اجباري عليا، لان الشبكه البرايفت دي عمرها ما يحصل لها راوتنج. انت قدامك اوبشن من اتنين دلوقتي، يا تدخلها ريب، وده غير منطقي وغير مبرر. يعني انا دلوقتي اجيب شبكه ازاي برايفت اطلعها بابليك؟ ازاي شبكه برايفت امشيها على الانترنت؟ ما كانش حد غلب بقى، كل واحد هيطلع، يبقى هنتوه. امال نعمل ايه؟ هنخفي، هنحذف الرقم ده ونستبدله برقم بابليك من الرقم ده، من الجزء ده، من الجزء 11. اشمعنى 11؟ لان ده الجزء البابليك المعرف تبع الراوتر بتاعك على الشبكات الثانيه، فما تخمنش اي رقم متحول عليه، لان تحويلك على اي رقم هيتوه اكتر، انت مش معرف بقى. طيب تعال نعملها كده، يلا نعمل بقى باد بقى، هنعمل باد دلوقتي ماشي. البات اربع خطوات: تعريف بابليك، تعريف برايفت، برايفت ربط بين الاثنين، وانسايد اوت سايد. يلا تعريف البابليك متعرف عندي، انا هحمل على السيريال، هحمل على رقم السيريال ده بالاي بي بتاعه ماشي. عايز تعمل بول اعمل، قدامك تو اوبشن، يا تعمل بول يا تحمل على السيريال. انا هحمل على السيريال. رقم اتنين برايفت، يلا حمل برايفت. برايفت ازاي؟ اكسس ليست ستاندرد نمبر بيرميت الشبكه البرايفت. البرايفت بتاعي 168.0.0.0.255.255. ايه الكلام ده؟ الكلام اللي كتبته حالا ده يا شباب، ركز معايا. انا كده عملت حاجه اسمها سمرايزيشن، لخصت القضيه كلها، لخصت كل الشبكات في شبكه واحده. لميت بقى 192.168.1.2.3.10.20، كل من 0 ل 255 لميتهم كلهم في كوماند واحد. ليه؟ لان ال 255 ده معناها دونت كير. دونت كير يعني ما تهتمش باللي هنا كام، اللي هنا 0 ماشي، 1 ما فيش مشكله، اي رقم لحد 255 ما عنديش مشاكل. يبقى انا كده جمعت الفيلانز كلها في ايه؟ في كوماند واحد. ايه؟ بدل ما تعمل الثلاث شبكات، لا عملتهم كلهم في كوماند واحد. ايه؟ عادي براحتك، مفيش اي مشاكل. انا بوفر، بس بوفر كونفيجريشن، لكن براحتك. لو عايز تعملهم اي بي اي بي ما عنديش مانع. بعد كده نعمل اي بي نات انسايد سورس ليست، بربط بقى ليست 10 بمين؟ بالانترفيس. رقمه كام؟ سيريال على 0. هتعمله نات ولا بات؟ بات، يبقى لازم تزود كلمه اوفرلود. بعد كده، ودي النقطه اللي بتلخبط ناس كتير، تعريف الانسايد والاوتسايد. ناس تقوم قايله ايه؟ الانسايد اهو 0 على 0 والاوتسايد اهو. اقول لك لا، الانسايد 0 على 0 و0 على 0 دوت 10 و0 على 0 دوت 20 ودوت 30. السب انترفيسز لازم تعمل حسابها معاك. جيت ويز اللي انت معطلها دي شغالها، ايباد دي، امال الفيلان هتطلع ازاي؟ وده ايه؟
1 على 0، يبقى اقوم رايح كده انترفيس سيريال 1 على 0 واقول له انت هتشتغل في النات اوت سايد، وادخل بقى على انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 واقول له انت هتشتغل بقى انت في الانسايد، وما انساش بقى دوت 10 كمان في الانسايد ودوت 20 في الانسايد ودوت 30 في الانسايد. يبقى انا كده عملت ايه؟ خافيت الايباد دي كلها في شبكه 11، تقدر بقى انها تروح وترجع. يبقى انا دلوقتي لو جيت هنا وعملت بينج على الجهاز اللي هنا ده اللي هو كام؟ اللي هو 15.0.0.10، فانا اعمل كده بينج 15.0.0.10، بيريبلاي عليا اهو. بس لو جيت من 15.0.0.10 تعمل بينج هنا ما يردش عليك، وده المطلوب. البابليك ما ينفعش يدخل هو على البرايفت، لا ما ينفعش البابليك يعمل باراشوت كده على البرايفت، لازم البرايفت اللي يبدا. تمام؟ هتقول لي طب يا باشمهندس افرض انا عندي سيرفر زي الراجل الطيب ده، والسيرفر ده انا عايزه يبقى بابليك سيرفر، عايز الناس هي اللي تدخل عليه، كده انت منعت لي الناس انها تدخل عليه. اقول لك لا، في نوع من انواع النات يسمح لك بالدخول، بس تبقى انت اللي محدده بستاتيك اي بي، اسمه ستاتيك نات. ستاتيك نات بيتعمل ازاي؟ كوماند، بشوف الاول انا عندي مثلا السيرفر ده الاي بي بتاعه 192.168.30.100، خلاص انا والله هعمل تحويله من 192.168.30.100 الى كام مثلا 11.0.0.100 بس كده. فاروح اهوت كوماند واحد بكتبه اسمه اي بي نات انسايد سورس ستاتيك 192.168.30.100 الى كام 11.0.0.100، خلاص خليت. لا بقى ده لوحده مميز ب 11.0.0.100، يعني لما ده يجي يعمل بينج على 11.0.0.100 السيرفر هيرد عليه. يعني السيرفر دوت اهو يا شباب، لو ده فتح صفحة النت وكتب 11.0.0.100 دخل على كام؟ على السيرفر البرايفت بتاعي اللي هو فيه تحويلة النت، دي الفكرة. تمام؟ يبقى الاستاتيك نت خلاني ادخل على جهاز برايفت من بره. تعالى بقى نشغل ده كدي ان اس سيرفر، ده دي ان اس ايه سيرفر، ودول اتش تي تي بي. ده مثلا انا هعمله الاي بي بتاعه كام؟ 16.0.0.10، ده اخليه جوجل، وده 16.0.0.20، ده فيسبوك، وده ياهو. تمام؟ فاروح للدي ان اس اقول له كونفيجريشن دي ان اس اهو، اضيف بقى 16.0.0، اسف، الادرس 16.0.0.10 ده مين؟ ضيف
16.0.0.20 ده مين؟ طيب و16.0.0.30 ده مين؟ ضيف، مظبوط كده. يبقى دلوقتي بس لازم بقى اتعرف الدي ان اس ده على مين؟ على الاجهزه بقى اللي كلها. يعني مثلا الجهاز ده مثلا هيدخل، تقوم راح فاتح الاي بي ومزود له هنا 17.0.0.100. وتعالى غير نوت شويه برضه عشان ايه يبقى احنا موضحين. اتفضل يا باشا. لما اكتب هنا www.google.com دخل على جوجل فعلا، لما اكتب facebook.com يدخل على فيسبوك وهكذا. ومن البرايفت برضو نفس الفكر، اي اي بي برايفت بس عرفه بس الدي ان اس فلان، تمام، واكتب له www.google.com يدخل على موقع ايه؟ على موقع جوجل، تمام كده؟